مشاهدينا مشاهدي مصر التعليمية في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من تبسيط العلوم. النهاردة هنتكلم عن خلفاء أسرة محمد علي. معانا ومع حضراتكم أستاذ تامر العربي، معلم خبير بوزارة التربية والتعليم لمادة التاريخ، وهيكلمنا عن الخلفاء. برحب بحضرتك معانا أستاذ تامر، سعداء بحضرتك جدا معانا. اهلا وسهلا. استعرضنا في حلقات سابقة عهد محمد علي وإزاي بنى مصر الحديثة في نواحي كتيرة جدا، نواحي التجارة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد، وطبعا القوة العسكرية. تمام. توفى محمد علي يمكن في حلقتنا السابقة قلنا، وكان له الكثير من الخلفاء. نستعرض كده مع حضرتك بالبداية، هنبدأ مع مين من هنبدأ خلفاء محمد علي؟ بالأول بعباس الأول. عباس الأول. أيوه، خليفة عباس. كان لقب خديوي في الفترة دي بقى، مش كده؟ لا، خديوي بداية من إسماعيل، هو نفع إسماعيل. فلوس إسماعيل عشان ياخد كلمة لقب خديوي. خديوي، لكن إحنا كنا إحنا نقول الوالي. الوالي أو الحاكم. أول حاكم محمد عباس عباس الأول. الأول. واحنا قلنا ان ابراهيم حكم عده شهور، ابراهيم عدم عده شهور بسيطه بعد وفاه ابيه، لكن توصل مات في حياه ابيه، فاحنا بناخد عباس الاول. طبعا عشان عباس ليه مميزات وليه عيوب، فاحنا هناخد مميزاته الاول. هي مميزاته يعني مش كتير، لان هو حكم من 1848 ل 1854، حوالي 6 سنين فقط. عمل فيهم ان هو صاحب فكره، او هو بدأ مشروع بتاع انشاء اول خط سكه حديدي ما بين القاهره والاسكندريه. هو صاحب، يعني بدأ المشروع، يعني هو بدأ المشروع بالفعل، لكن هيتممه بعد كده محمد سعيد باشا، يعني هو يتمم المشروع. طيب خلينا نقول احنا يعني ما زلنا مستمرين في بناء ما بناه محمد علي، يعني الفكر موجود بس مش بنفس القوه ولا لا؟ لا، هو الفكره هتغير خالص للاسف. نعم؟ الفكره هيتغير خالص. لا هيتغير، لكن احنا لحد دلوقتي انا بكلم كل حاجه عاملها محمد علي موجوده لحد ما يجي عباس. ليه؟ تمام. لان انا قلت ان الدول الاوروبيه هتسعى لتنفيذ معاهده بلطه ليمان. ايوه، بلطه ليمان اللي هو الغاء الاحتكار من مصر، ولو اتلغى الاحتكار كل حاجه انتهت. طيب احنا هنا عباس ايه؟ عباس الأول. ايوه، هو مسك من 1848 الى 1854. عايز اقول لك ان من مميزاته ان هو اصلح الطريق البري ما بين القاهره السويس، وعمل اول خط سكه حديدي من بين مصر والاسكندريه. دي بالنسبه لمميزاته، اعتقد في عصره ما فيش غيرها، لكن عيوبه كتير اعرفها بقى. ايوه، جميع المصانع اللي عملها محمد علي تم اغلاقها. جميع المدارس اغلقت. ليه كده؟ هو ليه؟ طيب عشان نفهم تاريخيا. حتى الجيش عدده قل، وده لان عباس ما قدرش يحقق لمصر او يحقق اموال زي محمد علي بسبب الغاء احتكار، يعني خلينا نقول من إنه معاهده بلطه ليمان. خلينا نقول بقى ان هنا في تكالب يمكن غير واضح ما بين من بين الدول الاوروبيه على مصر. هو ده من اول ما عقدوا معاهده بلطه ليمان، وبالتالي الاحتكار اترفع، فطبعا بقت الاقتصاد، بقت الاسواق كلها داخل مصر تحكم فيها الاجانب. وخلينا نقول برضو ان في فتره محمد علي هو كان حاطط النقطه دي في ذهنه جدا، انه بيبني الزراعه والتعليم والتجاره والاقتصاد لبناء القوى العسكريه. فلما بالزبط. بدات تضمحلل في التجاره والاقتصاد والتعليم خلاص، في غيره، الجيش هيقل، الخزنه هتفضى، صحيح، مفيش اموال، صحيح، فكل كده. المدارس اغلقت، صحيح كده. فمصانع نفسها شكل اتقفلت، مصر بدا يختلف، شكل مصر بدا يختلف، جميع الاسواق اللي في مصر يتحكم فيها الاجانب، الاجانب كل المنتجات اللي في مصر، وهم ده اللي كانوا بيحلموا بيه، المواد الخام، الاحتكار قفل الاسواق دي، قفل او قفل التجاره الخارجيه، ياخد مواد الخام من هنا ويصنعها ويرجعها لك مصنوعات اغلى. هو ده اللي رجع. عيوبه كانت كتير مع عباس، هو غصب عنه بس يتقال عليه انه عيوب، لان كان ممكن ان هو بس ما كانش هيقدر. محمد علي اهم حاجه الشخصيه، شخصيه محمد علي كانت في الوقت ده تحتم ان هو يعمل كده. لما اجتمعت الدول الاوروبيه في اواخر محمد علي، بدايه من معاهده لندن وتنفيذ معاهده بلطه ليمان، دي بدايه انهيار الاحتكار، وطالما الاحتكار انهار يبقى مصر بتنهار. طيب ازاي بعد الاحتكار ما انتهى الزراعه شكلها بقى ايه؟ الصناعه شكلها بقت ايه؟ التجاره شكلها بقت ايه؟ عكس محمد علي. ان بدات بالنسبه للزراعه كل اصبح كل حاجه بتتعمل في مصر ما مش زي الاول، اصبح المنتجات تملا في الاسواق اجانب،
التجار بقوا كلهم اجانب، اللي بيتحكم في السوق المصري اجانب، هم ده اللي كانوا عايزينه في معاهده بلطه ليمان. فبالنسبه لعباس الاول لا، الموضوع مختلف تماما. عباس الاول حكم 6 سنين، كل حاجه اتقفلت عملها محمد علي، وللاسف انتهى عصر عباس بهذا الكلام. طيب هيجي بعديه عصر محمد سعيد باشا. محمد سعيد باشا تمام. الراجل ده مميزاته اكتر من عيوبه بشويه. افضل حالا شويه. افضل حاجه من مميزاته هو طبعا محمد سعيد باشا مسك الحكم من 1854 الى 1863، يعني حوالي 9 سنوات. طيب. ايوه. مميزاته في الزراعه، عمل حاجه اسمها اللائحه السعيديه. الراجل ده عمل اللائحه ديت، خلى ان جميع الاراضي الزراعيه بدل ما كانت حق انتفاع ملكا للفلاح ومن حقه يورثها. كويس ماشي. فدي كويس، الفلاح فرح بيها جدا. طيب. وده ساعدهم على ان هم يشتغلوا ويزرعوا والكلام ده. النقل والمواصلات، اهتم بالنقل والمواصلات، وحاول ان هو زي والده زي جده محمد علي محمد علي ان هو اهتم بالنقل والمواصلات، عمل مواني في مصر، اهتم بالمواني. والحاجه الجميله انه بس في يعني دي خليها في العيوب، الحاجه الجميله ان هو اهتم بالجيش وزود عدده. دي محمد سعيد عمل حاجات دي مهمه جدا طبعا. لكن عيوبه بقى يعني للاسف اهمها ان ديوان المدارس اتقفل. التعليم ديوان نفسه اتقفل. اللي هو ايه الديوان اللي هو ايه؟ وزاره التربيه والتعليم. التعليم يعني في ايام عباس اغلقت المدارس بس، في ايام سعيد بقت الوزاره كلها. وشجع، بص بقى ما هو عمل ايه؟ شجع الاجانب على اقامه مدارس في مصر، فما كانش بيتعلم فيها الا الاغنياء. طب اقف بقى الحته دي، لان انت لازم تربط بالعصر الحديث يا استاذ تامر. أيوة. جدا 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 جدا. برضو عهد محمد علي بجد هو عهد ملهم، فعشان كده لازم لا 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 ده ملهم لاي حد. فالتعليم والاهتمام بالتعليم المحلي جدا، والاهتمام بالبعثات وفتح مدارس وفتح مدارس عليا، التعليم الصناعي يعني اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، التعليم الفني تمام، وانه الصبيه ما تلعبش في الشارع ولكن ليها اماكن في المصانع تدريبا لهم وكمان باجور رمزيه. نيجي على العهد تشجيعا لهم وبيعلمهم في المصانع صنعة يعني، وبتعلموا صنعه، بتعلموا حرفه وفعلا، فانت عندك ايدي مهره. احنا فكره ده لما كبروا بقوا الصناعيه من درجه الاولى، انت بتدور على الحرفي الماهر ده مش بتلاقيه، رغم ان في مدارس حرفيه ورغم ان في كليات متخصصه، لكن العام او الصنايعي الحرفي ده الصنايعي مش موجود. فطبعا العهد ملهم في كده. طيب جه عباس الاول زي ما حضرتك قلت قفل المدارس، جه محمد سعيد باشا اغلق الديوان وسمح للمدارس الاجانب ان هم تقام في مصر وبنفقات. طيب المدارس في مصر، عشان بس حضرتك معلم في التربيه والتعليم وما ينفعش ما نربطش دلوقتي. طبعا. التعليم الحكومي في مصر خلينا نقول ان هو الان يعاني في مشاكل كثيره جدا، في نظام تعليمي جديد، وزاره التربيه والتعليم مشكوره بتحاول انها تضع انظمه جديده وتضع انظمه مختلفه، لكن نمطيه التعليم في مصر بقت غريبه جدا، بقت في انواع من التعليم يعني مختلفه، كل ما زادت نفقاتها كل ما كان التعليم الاجنبي فيها طبعا نصيبه اعلى او اكتر، لدرجه انه في بعض التعليم الدولي الطفل ما بياخدش لغه عربيه، ما بياخدش مواد خاصه باللغه العربيه تماما، وفقط بلغات مختلفه. هو ديت متوقفه على، خلينا بقى نقارن ما بين التعليم في عهد محمد علي والتعليم الان. لا التعليم محمد علي كان حتى في المصانع مش تعليم بس، كان كل هدف محمد علي في التعليم اقامه مجموعه من المصانع الحكوميه التي سميت بالقطاع العام. تاني محمد علي في المصانع اهتم باقامه المصانع الحكوميه اللي تسمى بالقطاع العام. في المدارس جميع المدارس اللي عملها حكوميه للتعليم المصريين وتعليم ايه بقى اللغه العربيه، لكن طبعًا. لكن ما اهملش حاجه برضو يعني الحقيقه، عشان برضو الناس ما تتخيلش احنا بنتكلم ان احنا التعليم اللي باللغات المختلفه تعليم غلط، لكن هو ابدا لا، استقدم الخبراء الاجانب من الخارج وخلى وبعت بعثات الى فرنسا واوروبا، يعني عمل راجل ما عمل ثلاثة مشي في الثلاث اتجاهات، عمل ايه؟ عمل الترجمه من اللغات الى اللغه العربيه، واقترح عليه مدرسه الالسن وعملها، وعمل مدرسه الالسن اللي هي كليه الالسن عين جامعه عين شمس، وطبعا كليه عريقه جدا جدا جدا. عمل ان جاب الخبراء الاجانب عشان ما يعلمش المصريين اللغه بشكل خاطئ، بالظبط جاب الخبراء الاجانب عشان يكلموا بلغه صح يعلموا، يعني احنا برضو على فكره برضو بعض المدارس بتعلم لغه انجليزيه مش صحيحه، يعني الفكره انك تعلمها بشكل صحيح لازم خبراء، فهو لازم استخدم خبراء. ايوه فكره الخبراء واستخدم الخبراء او ارسال البعثات، ما سمحش بانه يبقى في انماط مختلفه من التعليم، وهي دي برضو نقطه مهمه جدا جدا في الدوله اللي عايزه تتقدم او يبقى فيها تحضر.
مهم قوي ان يبقى فيه تعليم باللغات، لكن ما يبقاش تعليم في انماط وفي اسعار. يعني فكره ان حضرتك دلوقتي يبقى انظمه التعليم فيها اسعار متفاوته جدا جدا جدا، فمن يستطيع بيتعلم بسعر غالي. انا ليا تعليق على الحته دي بعد اذن حضرتك. انا بالعكس، عشان حضرتك معلم، ده احنا نستغل الفرصه جدا. احنا مش بنسر التاريخ وخلاص، ايوه، احنا بنقرا تاريخ محمد علي الذي كان نظامه التعليمي تعليم قوي جدا جدا جدا. محدش ينكر ابدا انه كان نظام لا فعلا. لا طبعا. يعني كفايه نقول انه اعلامه رفاعه الطهطاوي زي ما قلت، وعلي مبارك، والناس سافرت بره، امام محمد عبده، يعني نقلوا الثقافه الفرنسيه الى مصر، طلبوا ببناء الألسن وترجمة عشان نستفيد. جابوا الكتب اللي فيها الصنعة عشان يستفيدها في الصناعة، تترجم ويقام الصناعة، وتكلموا زي ما بنقول باللسانين، تكلموا باللسان اللغة العربية الفصيحة السليمة جدا، واللغة العامية، وتكلموا باللغة الأجنبية من أو اللغة الأجنبية اللي اتعلموها بره، والدول اللي اتعلموا فيها صحيحة جدا. تمام. حضرتك قلت ليك وجهة نظر بقى في التعليم وربطا بنظام محمد علي التعليم. بالظبط. احنا لو جينا نربط في نظام محمد علي، هي الدنيا مختلفة عن دلوقتي عشان ابقى صريح. ما حضرتك قول لي. يعني دلوقتي ايام محمد علي، كان كل شيء متحكم فيه الدوله ممثله في محمد علي، وكان هدفه بناء الدوله الحديثه الاقتصادي اللي هيستغل منهم التعليم. اذا التعليم رقم واحد، دي متفقين عليها. الله عليك، حلوه قوي النقطه دي برضه. طبعا التعليم رقم واحد، دي مهمه قوي. من غير التعليم لا هيبقى عندي مهندس ولا طبيب ولا ضابط. هو عنده الحقيقه حاجتين رقم واحد كانوا الجيش والتعليم. بس التعليم الاول، لان التعليم هيخرج جنود، هيخرج اسف ضباط، هيخرج مدربين. لما ابعت بعثه من الضباط يقدروا يتعلموا، يبقى في حاجه اسمها دكتور مهندس، دكتور ضابط او ضابط مهندس، الحاجات دي. يبقى التعليم الاول عشان يفيد القوى العسكريه. هو عارف حضرتك كمان والقوى العسكريه تحافظ على التعليم. ممكن حد يسالنا احنا ليه بنقارن ما بين نظام تعليم محمد علي ونظام التعليم العام؟ لا مش ده سؤال في ثانويه عامه كمان برضه. انا عارفه قارن بين نظام الاحتكار قديما ايام محمد علي وحديثا. حديثا الدوله لا تتحكم في شيء، لا تحدد ثمن اسعار ولا ثمن بيع ولا ثمن تزرع ايه ولا تعمل، ولكن الدوله بتتحكم في بعض المنتجات التي تخص امن الشعب، امن القومي او امن القومي، في محاصيل امن قومي، محاصيل معينه ما ينفعش التاجر يعني في حاجات معينه ما ينفعش يعني ما ينفعش المفروض يبقى عليها رقابه شديده. زيت، سكر، رز، دي حاجات امن قومي غذائي، امن قومي غذائي للشعب. لكن في كل المحاصيل، في كل حاجه، لا، محمد علي هو اللي كان بيعمل كده. طيب التعليم بقى، انا برضه ليه احنا بنقارن نظام تعليم محمد علي بنظام تعليم الان؟ لانه انا في تصوري الشخصي، مش عارفه بقى، وتصور التاريخ بتهيالي هو من اقوى الانظمه التعليميه اللي عدت على مصر بعد كل العصور اللي كانت. محمد علي طبعا هو لما يجي يعمل سياسه الهرم المقلوب، دي سياسه قويه جدا، او بمعنى سبق لعصرها جدا، او بمعنى اصح جريئه جدا، لان هو يجيب طلبه الازهر. ده انا هقول لك على حاجه. ايام الحاله الاجتماعيه لما اتكلمنا عليها، من ضمن الطبقات اللي قل شانها علماء الازهر. علماء الازهر من ضمن الناس اللي قل شانها. يعني طبقه علماء الازهر اصبح ضعيف، هي والزعامه الشعبيه بقى والقوى الشعبيه والكلام ده خلاص اتركنوا على جنب بعد القضاء على عمر مكر. لكن هو ما خدش دورها، لكن هو سواء طلبت اللي واخدين قدر معين من التعليم الازهري واعتمد عليهم في تخريج اول ناس موظفين او قاعده الموظفين عنده في الدوله. من ضمن الحاجات اللي عملها محمد علي، عمل مجلس اسمه مجلس المشوره، وعين فيه الاعيان والعلماء ليدربهم على الحكم، ولكن كان مجلس استشاري. استشاري يعني ايه؟ مش شرط ياخد برايه. ايوه، كان بينعقد مره واحده في السنه. لكن ممكن ياخد رايه وممكن ما ياخدش يعمل بيه. عمل الديوان العام ده هقول لحضرتك على حاجه برضو، ما هو مفهوم حديث دلوقتي، ما هو مفهوم الدوله المدنيه اللي هي بيبقى فيها فصل ما بين الدين والسياسه والحكم واشياء من هذا القبيل، برضو ده مفهوم برضو سابق لعصر محمد علي كده. ده في حاجه تانية بقى، صح كده؟ المفروض ان ما اعرفش الناس خدت بالها منها ولا لا. ازدواج الفكر والثقافه. بمعنى طلبه الازهر بيدرسوا ايه؟ علوم دينيه. ايوه، وشرعيه. لما يدخلهم مدارس مدنيه يبقى عمل ازدواجيه بين الدينيه. صحيح. والمدنيه. صحيح كده، صحيح. والفتره والحته دي كان بيعاني فيها ايام الحمله الفرنسيه، مصر كانت بتعاني فيها، كل مصر متدينين وكل مصر برضو جديد. بس ده فكر جديد يعني، فكر ده حاجه ازدواجيه الفكر في احسن من ازدواجيه الفكر المدنيه ودنيويه. انه الدوله المدنيه، الدوله القويه، ما بتقومش فقط بتعليم ديني ايا كان المرجعيه الدينيه، لازم اربط، لكن لازم في علوم دنيويه، يعني لازم يكون عندي فيها معرفه طبعًا. لكن ان انا هقوم دوله بالعلوم الدنيا الدينيه فقط مش هينفع، فيبقى لازم. دي كانت بقى المشكله ايام الحمله الفرنسيه.
الشعب المصري كان التعليم الأزهري فقط، كان دي مشكلة إن كل العلوم مع طبعاً دينية كامل وتقديرنا واحترامنا لل طبعاً الأزهر التعليم الديني ولا الأزهر يعني لا أنا بتكلم لا لا طبعاً أساس الأزهر ما فيش فيها كلام، لكن أنا بتكلم على التعليم الديني. طبعاً الأزهر النهاردة ما بيدرس تاريخ مهم جداً، لكن ما ينفعش يبقى تعليم تعاليم وشريعة وعقيدة فقط، لكن العلوم الدنيوية لازم تمشي جنب هو ده اللي عمله محمد علي وده اللي عمله محمد علي ومعمول حالياً. أدي بنربط بقى حقيقة. الأزهر النهاردة عندهم التاريخ عندهم جغرافيا لا وكليات كثيره جدا في 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 جامعه الازهر الان الحقيقه لغات وترجمه من فيز دواجية ولا من اللغات الجيده يعني من الكليات القويه جدا لغات وترجمه جامعه الازهر كمان أيوة. كليه الاعلام دي كليه مستحدثه في جامعه الازهر طبعا كليه تمريض في جامعه دنيوية. الازهر دنيويه طبعا ما كانش في الكلام ده الاول لا ما كانش الاول يبقى فينا هو استفدنا ولا ما استفدنا محمد علي اول واحد عمل الازدواجيه بين الدينيه والدنيويه او العلوم الدينيه والعلوم الدينيه شفت بقى يعني هو محمد علي وعشان كده كان نظامه التعليمي انا بقول لحضرتك انا بشوف انه بجد من الانظمه التعليميه الناجحه جدا 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 يا ريت نستلهم تجربه محمد علي في التعليم مره تانية احنا بنحاول والله في جهود من الدوله استخدام دلوقتي. التكنولوجيا يعني ناخد أيوة. محمد علي طبعا. مع التحديث بتاع العصر ولو محمد علي كان عنده تكنولوجيا كان هيسيبها يا نهار ابيض رجل بهذا الفكر يعني السابق العصر هو بنتكلم على حاجات سابقه العصر 1805 يعني قرنين من الزمان واحنا في القرن 21 دلوقتي يعني عدوا عليه وهذا الرجل بجد كان تفكيره تفكير سابق جدا عشان طيب. كده احنا لما بنيجي نربط نرجع بقى لمحمد سعيد طيب. محمد سعيد بقى اغلق ديوان المدارس ما هو ده اللي قفل على المدارس من ضمن بقى العيوب الكبيره قفل وزاره التربيه والتعليم زي ما قلنا من ضمن العيوب بقى بدايه بقى المشاكل بقى. النزول بصراحه في المستقبل لا ده عمل حاجه بقى ما كانتش على باله على خاطر كمان عمل ايه محمد سعيد اول واحد خد قرض على نفقة الميزانية الخزنة المصرية أول قرض قام به هو محمد سعيد ودي من أكتر العيوب بتاعته أول قرض وقبل ما يموت بسنتين يعني يا أخي استنى السنتين 1862 أول قرض خده محمد سعيد من بنك إيه؟ بنك الدولة البريطاني من بريطانيا اللي حط عينيه على مصر المستعمر. من ايام الحمله الفرنسيه مستعمر فهي راخ رديته عملت له عايز كارد خد ومضى سندات على الخزانه المصريه بمعنى ان الكارد ده مش شخصي ما يروحش بوفاتي ان اللي يجي بعدي يسدده فدي كانت مشكله كبيره من ضمن العيوب الكبيره للاسف امتياز قناه السويس امتياز قناه السويس دي بقى المشكلة الكبيرة امتياز قناة السويس محمد سعيد باشا كان بيحب المكرونة الاسباجيتي قوي ده حقيقة ايوه ما احنا عارفين يعني مش مذكورة في الكتب عند لا مكتوب اتعملت في الدراما على فكرة لكن انا ما بفكش على الدراما لكن انا بتكلم ما بفكش على مسلسلات كتير لكن انا بقول لك تاريخيا بقى سباجيتي فعلا وكان لي صديق اسمه فرناند دي ليسيبس محمد سعيد ده كان عايش في فرنسا قبل ما يمسك الحكم فلما مسك حكم مصر دي ليسيبس جاله بالمكرونة لا دي ليسيبس جاله زيارة بس هو مش جاي للزيارة فرناند دي ليسيبس اللي قدامنا ده جه لمصر ده. عشان يستغل صداقة سعيد باشا في يمديله على امتياز, على امتياز قناة السويس اللي فشلت فيها علماء الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية من ضمن نتائجها العلمية هو محاولة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط فشلت ليه؟ أنهم اعتقدوا أن منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر المتوسط في أحد البحرين أعلى من الثاني ففشلت تجددت هذه الطلبات أيام محمد علي جاله القنصل الفرنسي قال له عايزين نعمل قناة تربط بين البحرين قال له لا انسى محمد علي بقى بقوة شخصية قال له جملة مشهورة قوي لا أريد بسفورا في مصر لا أريد بسفورا في مصر إيه بسفورا؟ نسبة إلى مضيقي الدردنيل والبسفور مضيق البسفور اللي في تركيا بسبب المضيق ده هو تسبب في تدخل الدول الأجنبية في تركيا فلما محمد علي اتعرض عليه اعمل نعمل قناة عندك قال لهم لا أريد بسفورا في مصر مش عايز تدخل والمحاولة أيام الحملة الفرنسية فشلت بسبب اعتقاد أن أحد البحرين أعلى لما جه بقى فرناند دي ليسيبس خلى سعيد قاعد بياكل المكرونه الاسباجيتي وحط قدامه الامتياز التاني ملهم مع المكرونه
الماضي على امتياز قناة السويس. نخلي بالنا بقى امتياز قناة السويس. خلي بالنا من أول حاجة، مدة امتياز قناة السويس 99 سنة. ليه مش 100 يا أستاذة؟ ليه ما خلوهاش 100؟ دايما أسأل السؤال ده. أولا لو أي حاجة تمتلك 100 سنة تصبح ملك، يعني حق انتفاع 100 سنة تصبح ملك للدولة دي. فلو خلوها 100 سنة تبقى القناة دي ملكا لفرنسا. لفرنسا. لكن ما ينفعش تبقى ملك في ارضنا، فخلاها 99 سنه حقوق دوليه. 99 سنه حق انتفاع. لسه هنشوف رئيس جمال عبد الناصر بعد كده. ايوه 99 سنه ابتداء من تاريخ افتتاح القناه، مش حفر القناه. 69. بدا الحفر 1859. 59. قعدوا يحفروا في القناه 10 سنوات. تم افتتاح القناه في عهد اسماعيل باشا او الخديوي اسماعيل 1869. فيبدا الامتياز من 1869. صح كده، تمام، وافق سعيد. ده المشكله مش في كده، المشكله مش في كده، ان اربع اخماس العمال اللي بيقوموا بحفر القناه اربع اخماس العمال اللي بيقوموا بحفر القناه من المصريين، 80% من العمال، وال20% اجانب اللي قاعدين على مكاتب. وكان النظام اسمه نظام الصخره، ان انت بتحفر مشروع قوم البلد فتشتغل من غير فلوس. مصر تاخد كم الارباح؟ 15% وال85% للشركه الفرنسيه. بص بقى اللي جاي. ان تتعهد الحكومه المصريه باعطاء الشركه الفرنسيه، دي مهمه قوي، الشركه الفرنسيه جميع الاراضي التي يقوم بحفرها للقناه او للترعه اللي هي مياه العذبه اللي هي ترعه الاسماعيليه لتوصيل المياه العذبه الى منطقه مدينه القناه مجانا الى الشركه. يعني تتنازل عن جميع الحكومه للشركه على جميع الاراضي اللي المفروض يتم الحفر فيها. البند اللي جاي يتعب اكتر، فرض رسوم على السفن والبواخر التي تمر بالقناة وبالترعة رسوم لصالح الشركة، يعني حتى الفلوس اللي بتتحصل تروح للشركة الفرنسية. ده مش كده بس، الأراضي بتاعتنا هتروح للشركة الفرنسية مجانا. يعني الأرض بتاعتنا والمية بتاعتنا والعمال بتاعتنا وإحنا مش واخدين حاجة. أنا بقول حاجة بس يعني عشان برضو نبقى بالنسبة للكلام على الحياد. المشروع ده احنا بنقول عليه من أهم عيوب سعيد، ولكن من أهم مميزات العصر الحديث. أوضحها الحقيقة. عيوب في شروط. ليه بقى؟ لكن في العصر الحديث بعد التأميم، بعد تأميم شركة قناة السويس، بقول في العصر الحديث أصبح هو أكبر مشروع قومي لمصر طبعًا. وبيفيد مصر بدليل إحنا عملنا قناة السويس الجديدة اللي خلت عدد الساعات السفن أقل، اللي خلت فيه ذهاب وعودة زي ما بنقول، إن خلت السفينة ما تستناش 11 ساعة، اللي خلت فيه دخل زيادة لقناة السويس. فإحنا بنتكلم إن المشروع على المدى البعيد مميزات، لكن في وقتها عيوب، لأن طبعًا طريقة الامتياز ما كانتش كويسة. ده بالنسبه لده. في حاجه تانية لازم مهمه جدا، ان امتياز قناه السويس يعني بيتقال عليه هذه الشروط شروط مجحفه يعني ظالمه، لان المصريين اولا اشتغلوا بدون اجر نظام الصخره، عدد كبير من المصريين مات في حفر القناه، وانا يعني انا بعتبرهم الله اعلم طبعا ان يعني شهداء، لانه بيقوموا بحفر مشروع قومي لبلدهم وبدون اجر، اكن بالظبط اللي طالع يحارب ويطلع اي عدو من بلده، بدليل المشروع ده نفع البلاد على مر العصور. بعد كده ده دول عظمى، دول عظمى ضربت في مصر في العدوان الثلاثي عشان منها سبب منهم اللي هو بريطانيا عشان خاطر تأمين شركة قناة السويس في عهد جمال عبد الناصر. بعد كده شركة مساهمة مصرية، ده اللي هنتكلم عليه بعد كده، ان في سنة 1914 ان في عهد محمد فريد الزعيم المصري محمد فريد حبت فرنسا تمد امتياز قناة السويس لمدة 40 سنة. عملية حسابية كده بسرعة، هي القناة
99 سنة من سنة 1869. يعني تنتهي 1968. صح ولا لا؟ 99 سنة. يعني المفروض يسلموا لنا القناة بعد 99 سنة 1969. أيوه خلاص؟ نشيل سنة يبقى 68. لما 69 مش 100. أنا مش 100 لما يجي يمدوها 40 سنة يعني يسلموا لنا القناة 2008. تعيش انت بقى لحد 2008 ودي كانت حقيقه. يعني هم حبوا يمدوا القناه يعني تبقى حضرتك لمده 40 سنه. حضرتك تبقى ماشي في الشارع كده في مصر وكمواطن مصري وهويتك مصريه وجزء منك بالزبط. في قناه اي حد قاعد بيتفرج علينا كده دوت يحسبها من 1869 يعني احتلال فرنسا جوه مصر وانت مش واخد بالك زائد 99 سنه يبقى 1968. وحبوا يمدوها ايام محمد فريد 40 سنه. يبقى كام؟ 2008. مين اللي وقف قدامهم؟ الرئيس جمال عبد الناصر. لا بقول لك فوقتها يعني مين اللي وقف قدام المد امتياز ايام محمد فريد؟ محمد فريد زعيم والخديوي عباس حلمي. الخديوي عباس حلمي اللي احنا في الخلفاء اللي احنا اتكلمنا عليه في شجره العيله بتاعت محمد علي. ورفض محمد فريد وقف قدام هذا المشروع المد امتياز قناه السويس 40 سنه. كان زمانه هيسلموا لنا القناه 2008 وما كانش حد يعلم انها هتقام. كانوا يسلموها لنا من 10 سنين بس يعني بالظبط. هتقام ثوره 23 يوم ما كانش حد كان عارف. الطبيعي بيقول احنا نسلمها 2008 لو نجح المد ده. ازاي؟ دي معلومه مهمه جدا برضه عشان عارف حضرتك اللي انت قلته ده مهم قوي يا استاذ سامر. في ايه؟ تخيل حضرتك تبقى انت بتروح مدرستك وبتروح جامعتك وعايش في حياتك العاديه وجزء من مصر ارض مش مصريه. دي كانت هتبقى حقيقه عشان الناس تعرف. دي كانت وغير كده كمان يعني برضه الناس عشان يعني في التاريخ ما يعرفوش انه كان في مساكن بقى للمهندسين الفرنسويين موجوده في مدينه بورفؤاد خاصه بالخدمه على القناه. جميع العمال طبعا اصلا مش مصريين. لا لا جميع لا لا المهندسين لا لا مش مصريين. البحاره نفسها وسته وبرضه 25 يناير هي بتوافق الذكرى مهمه جدا ان ضباط الاسماعيليه وقفوا قدام ضباط الاحتلال الانجليزي بعد وقت قيام الثوره. بالظبط كده. 50 شرطي توفى في مبنى المحافظه الاسماعيليه عندما قامت الاحتلال البريطاني بضرب مبنى المحافظه. بالظبط كده. 50 شرطي وسمي هذا اليوم بعيد الشرطي. 25 يناير وعقابا على هذا تاني يوم يوم 26 يناير اقيمت حريق القاهره. محرقين القاهره بالظبط كده. عشان عشان اللي عملوه يعني فيه كل ده قناه السويس. كل الاحتلال نفسه من لو نرجع من الاول موقع مصر الاستراتيجي صحيح بين الشرق والغرب وحمايه مصالح انجلترا في الهند. فما بالك بعد قناه السويس. ربنا يحفظ مصر ويحفظ قناه السويس ويحفظ اي جزء من ارض مصر. اي ذره رمل من تراب مصر بجد هي جزء عزيز جدا وغالي جدا علينا كلنا. بنشكرك جدا استاذ تامر العربي معلم خبير لمادة التاريخ بوزاره التربيه والتعليم. بالتوفيق دايما استاذ تامر. بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. بنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد لقاء جديد وحلقه جديده وتبسيط العلوم.